آخ، ما أحلى الطفولة، كل شيء لي أنا. إنها دنيا جميلة حققت كل المنى، ليلتي حلم جميل ونهاري في الغنى. لا هموم لا شقاء، كل أيامي هنا. الظروف اللي بيعيشها أهالي غزة مأساوية، فالحصار، إغلاق حدودها بشكل كامل من 2007، هناك إغلاق جوي وبري، جيل كامل لم يغادر غزة بتاتا. بالإضافة لأنه تعرض أهالي غزة لاعتداءات إسرائيلية كبيرة ما بين 2008 ل 2014، بالإضافة للغارات الجوية المتكررة على مدار السنة. آلاف الأبرياء قتلوا خلال العدوان، آلاف المباني تم تدميرها ومسحها في غزة، بالإضافة للانقطاع الكامل للكهرباء، قلة توفر المياه الصالحة للشرب. بحسب تقديرات اليوان، هناك أكثر من 300 ألف طفل بحاجة إلى دعم نفسي. العديد من الأطفال بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو القلق اللي بيهدد مستقبل أطفال. أنا لما عودي مستشارة ومعالجة نفسية. أنا بقول إنه الأطفال عاشوا بالحرب أوضاع غير اعتيادية، أوضاع كارثية بتفوق قدرة أي شخص، يعني سواء كان بالغ أو طفل، على تحملها والتعامل معها. أنا علي رامي دبابش، عمري 9 سنوات، أعيش في مدينة غزة. اللون المفضل البرتقالي، عشان أنا بشوف وفي بابا لما يروح الشغل بشوفه لبسه. أنا اسمي زينة الغلياني وعمري 11 وموهبتي الرسم. أنا بحب غزة إنه فيها ناس كتير، ويعني فيها قرايبين بحبوا بعض ومثلها. أما أكتر إشي بكرهه بغزة إنه فيها احتلال. احتلال هو هدم البيوت وتدمير البيوت واستشهاد بعض الناس والأطفال. أنا اسمي رشا فرحات، عندي 4 أطفال، 3 بنات وولد. ياسمين بنتي الوسطى، يعني ما قبل الأخيرة، عمرها 9 سنين. وياسمين حدا ذكي كتير وشطور كتير، وبتحب تقرأ القصص وبتتمنى تطلع صحفية. أنا عبد المنعم دبابش، عمري 10 سنوات، بحب اللون الأخضر وبحب وجبة الشاورما، بعيش في غزة. أكتر حاجة بحبها في غزة إنه بحرها هادي والجو حلو، لكن في الحرب بحبش الجو بالمر. الأطفال دفعوا ضحية، كانوا هم الضحية للحرب، واللي تعبر عنها بالأعراض والاضطرابات النفسية اللي بيّنت عنا من خلال الدراسات والمراجعات العيادات للأطفال. فأنا بقول إنه الأطفال عانوا وما زالوا بعانوا من الأحداث الكارثية اللي بتهز التوازن النفسي للأطفال وبتهز العالم اللي بيعيشوا فيه، بتسحبهم من عالم الآمن، عالم اللي بيعبر عن الحريات. في الحرب كنا احنا على البحر ساكنين، متأجرين على البحر. في ناس على البحر استشهدوا من الزوارق، كانوا قاعدين، الزوارق اجوا طخطخوا عليهم. لقينا الجنازة مليانة والشارع مليان ناس، والناس قاعدة بتعيط. سنة 2014 جينا لقينا غرفتنا مهدومة كلها من قصف، لقيت العصافير ميتين، السمك ميت. لقيت بعدين شلت مع بابا هذا الأغراض، أغراض الغرفة، وشلنا الشنط والدفاتر. أنا بسمع صوت الطيارة، الزنانة
صوتها مزعج كتير. مرة أنا على البرندة قاعد في الحرب بنقعد بتفرج زهقان، طلعت لأنا سمعت صاروخ نازل مش عارف المكان هنزل، أنا سمعت هيك لأنا ضبيت حالي بسرعة، بعدين طلعت لقيت في دخنة، لقيت الناس بجروا والإسعافات جايين هان وتدمرت البيوت. أول إشي كنا قاعدين برا مع الضيوف، إجت القصفة الأولى ارتعبت كتير وصرت أعيط، بعدين إجت القصفة الثانية والثالثة وأكتر يعني، بعدين حكولنا إخلاء فأخلينا المنطقة ورحنا، يعني أنا ما لقيتش حد غير بنت عمي، ضلينا نجري 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 لحد ما وصلنا للشفا، لأنا ابن عمي أخذنا وودانا عند دار عم حسام. بعدين لما روحت على الدار ماما كانت بتعيط، بعدين الحمد لله لقتني. الطفل لما بحس بالخوف ولا بالقلق ولا عنده أي مشكلة على طول هو بتطلع على نماذج الرعاية الموجودين لإله، فكتير مهم إنه هدول المصادر الرعاية دائما يضلوا قادرين ويعطوا حماية للطفل، لأنه إذا بتطلع على هدول الراعيين وما بلاقيهم قادرين هو بحس بالعجز وبصير في عنده غضب، لأنه أنا مفروض أكون عندي رعاية في عندي حماية. في الحرب أنا كنت بسمع أصوات مرعبة كتير وكنت أخاف، فأروح عند بابا أقول لي خلاص فيش شيء. التصعيد بجيب فرشة وبحطها جنب بابا وبنام، بابا خلاص بحسسني بالأمان. أنا لما يكون في حرب بحس بالرعب كبير، رعب كبير كبير، بروح ماما بروح بابا، يعني أأمن مكان هم عندهم. صوت الصواريخ كتير برعب الواحد، إنه بخلي الواحد جواته رعب كبير. أما صوت الطيارات بتحس إنه في رعب جواك، إنه في إشي حيصير، إنه بيتك رح يدهدم. أنا حكيت إنه حسيت إحساس واحد، إنه أنا ما عنديش القدرة إني أحمي أبنائي، هذا هو الإحساس اللي أنا حسيته من هذيك اللحظة، إنه في أي لحظة ممكن أي واحد يموت فيهم، حتى لو طلب مني إنه أنا أحمي أنا مش قادرة أحمي. لما نحكي عن العدوان بغزة ونحكي عن الأحداث اللي مرقوا فيها الأطفال، يعني نطلع على الأمن والأمان تبع الأطفال بنلاقي إنه فيش أمن وأمان، يعني الخوف هو عكس الشعور بالأمان. لما بتقول شخص خايف شخص فاقد للأمان. مرة أبويا لما طلع على الحرب سكرت الباب وقلت له ما تطلعش، أخذت المفتاح ورميته، أبوي قال لي بنت أطلع. بعدين راح أبويا، رجع إجانا الخبر إن صاحبه استشهد. طلع أبويا وكان ظهره بجع ساعتها، راح على عزة، رجع بعديها بكم من يوم إجا ابن الشهيد، صرنا نلعب ولعبنا بسكليت، طلعنا الكورة، بعديها صار الولد يعيط، قلنا له إيش مالك بتعيط؟ قال لنا بدي أبويا. صرت أفكر أنا، قلت أنا بنعمة، إنه أبوي عايش بطلعني وبيوديني ويجيب لي وبيبسطني. لكن مرات بحس بخطر.
بقول خلص أنا بدي أموت. بسمع صوت القصف قريب كتير. أبويا بيقول لي في الشيشي هذا القصف بعيد. بدنا نلعب زي الأولاد اللي برا بيلعبوا بأمان بسلام بهدوء. بدنا نكون زيهم، مش إنه بدناش نلعب خلاص. ما نلعبش، إنه خطر وين ما كان خطر. الأولاد بيلعبوا برا كتير. في ولاد في أمريكا بيلعبوا كتير وين ما كان، أما إحنا لأ، مش وين ما كان. إحنا في أماكن خطر علينا، هم لأ، بيلعبوا بروحوا وين ما كانوا في أي وقت وين ما بدهم، أما إحنا لأ. ليش؟ الشدة، وقت شدة علينا. آخ ما أحلى الطفولة، كل شيء لي أنا. إنها دنيا جميلة حققت كل المنى. ليلتي حلم جميل ونهاري في الغنى. لا هموم لا شقاء، كل أيامي هناه.